اهلا بيكم في المرسم. اولا عايزه اشكركم على تفاعلكم مع البلاي ليست او سلسله الاخطاء المبتدئين الاخيره اللي انا عملتها. طبعا انا مبسوطه جدا ان انتم بتستفيدوا منها، واتمنى فعلا انه الاخطاء اللي عندكم دي تتصحح بعد ما تشوفوا البلاي ليست دي، بس اتمنى ان انتم تطبقوها. انا عارفه انه يعني الوقت في رمضان بيبقى مش مساعد قوي وكده، بس حاولوا ان انتوا بقى الاجازة وتاخدوا وقتكم في ان انتوا تتدربوا اكتر على الحاجات اللي انا اتكلمت فيها، وكمان فعلوا التنبيهات. والنهاردة بقى هنكمل الجزء الثاني من التصميم. احنا الجزء اللي فات اتكلمت عن الاخطاء في التصميم اللي متعلقة بالطبيعة الصامتة. برضو البورتريه بتبقى فيه اخطاء كتيرة جدا بتواجه المبتدئين، زي مثلا ان النسب في البورتريه بتبقى مش مظبوطة، او البورتريه بيطلع صغير قوي او كبير قوي. فهنشوف دلوقتي ازاي نبتدي البورتريه من الاول قبل ما نضلل ونعمل التفاصيل الباقيه اللي فيه. هنرسم افضل على ورقه تكون بالطول. برضو هنعمل زي ما عملنا قبل كده، هنسيب فراغ من فوق، هنسيب من الاطراف علشان الحاجه، يعني كتير جدا بنيجي نرسم البورتريه فنلاقي الراس وصلت للحرف هنا كده فوق، فده بيخلي اللوحة شكلها مش حلو وبتخليها مخنوقة مش مريحة للعين. انا عايزة ارسم الشكل اللي برا كله الاول زي ما عملنا في الطبيعة الصامتة، وبعد كده ابتدي اعمل التفاصيل اللي جوه. عادة خلينا في البداية كده نحاول نشوف كده المسافة من هنا ومن هنا، من اليمين والشمال. طبعا السكتش التقريبي اللي في البداية ده مش بيبقى بيرفكت 100%، لكن هو بيبقى حاجة كده ايه زي جايد لاينز احنا بنعملها في البداية علشان تساعدنا. هراعي في القياسات اللي انا هعملها هنا دي انه المنطقة اللي تحت دي تكون اصغر شوية من النص. دقنا هينتهي هنا كده، والباقي ده هيبقى الجزء بتاع الكتاف. دي حاجة برضو مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، لان كتير قوي بتبقى الراس كبيرة جدا والكتف صغير جدا، او الكتف كبير جدا والراس هي اللي صغيرة جدا. انا بس حددت المساحة اللي انا هشتغل عليها من غير اي تفاصيل. طيب هبتدي ايه بقى على الجايد لاينز دي؟ اشتغل بهدوء اكتر واحدد اكتر انا المسافات بالظبط هتبقى ايه. في البداية لو حددت منظور البورتريه ده هلاقيه، او زاوية البورتريه ده هلاقيه بالجنب كده، يعني الجزء اليمين ده اصغر من الجزء الشمال. الاتجاه الراس لتحت شوية، فبالتالي انا اللي عندي باين من الراس من فوق منطقة اكبر شوية من العادي. اقسم المسافة من هنا لهنا. طبعا انا عشان انا متعودة بالنظر اللي هو الرسم الحر ده، فبحب ان انا اقسمها كده، لكن طبعا ممكن تستخدموا القلم وتعملوا علامات بيه عشان تقدروا تحددوا المسافات دي. تقريبا الانف هيبقى هنا كده، وبعدين الشفايف هتبقى في منتصف المسافة ما بينهم. انا كل ده لسه لحد دلوقتي ايه برسم الشكل الخارجي، ما عملتش اي حاجه في الملامح اللي جوه. انه خط الهدوم بتاعها مايل اكتر للجنب ده، الجنب اليمين. بعد كده بقى هبتدي ايه افصل شويه في مكان الوش. انا عندي الحواجب هنا، هحاول ان انا تقريبيا كده اخد المسافة اللي هنا دي، هحدد نهاية العين، ابتدي بقى اخد مسافات اصغر. هنلاحظ ان هو الشعر هنا اصغر من مساحة الشعر في الجنب التاني لانه الوش مايل للاتجاه ده. بحاول ان انا مثلا الجزء ده كده اشوف المسافة قد ايه، وفي الجزء ده المسافة قد ايه. ده بيساعدني اكتر ان انا احط ميل الشعر بطريقة صح. عندي شكل البورتريه الاساسي من بره. طبعا لو عايزه احدد شكل الوش اكتر، فانا هضلل المساحه الغامقه بتاعه الشعر. لازم في البدايه احط التصميم ده صح على الورقه،
علشان الخطوات اللي بعد كده بالنسبة لي ما يبقاش فيها اي اخطاء. التضليل ان احنا لازم نعتمد على الكتلة بدل ما نعتمد على الخطوط، فانا لازم احدد كتلة العين الاول، احدد كتلة الانف، واحدد كتلة الشفايف. الدرس ده مش عشان نتعلم رسم البورتريه، فعشان كده انا ما دخلتش في تفاصيل كتيرة، انا بس عايزة اتكلم في نقطة التصميم اللي احنا لازم ناخد بالنا منها في البداية قبل ما نعمل او نشتغل على اي تفاصيل تانية في البورتريه.